يعني في الطب الحديث أنا أرى أنه النتيجة عندهم جيدة ولكن ليست ممتازة. لماذا؟ يأتي مريض زيادة الوزن يقول أريد أن أخفض وزني، طيب يعطيه الطبيب في الطب الحديث برنامجا، يقول له تأخذ مثلا وجبة عند 8 صباحا، بعد 3 ساعات في 11 تأخذ وجبة، بعدين بعد 3 ساعات في 2 ظهرا تأخذ وجبة أخرى، ثم في 5 عصرا تأخذ وجبة ثالثة، ثم في 8 مساء تأخذ وجبة أخيرة، هي متساوية. هذا الدوران نسميه دورانا دائريا لأنه بأزمنة متساوية. لا، إحنا في نظام الغذاء الميزان الأوقات مختلفة. ليش؟ لأنه إحنا نصلي في أوقات حركة الشمس الرئيسية. الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار، المغرب هو الفاصل بين النهار والليل، الظهر هو عند استواء الشمس في وسط السماء أو في كبد السماء، العصر، وهذا طبعا لما تستوي الشمس في وسط السماء هذا يكون الفاصل بين ظلك هو يمين وظلك يسار، العصر هو الفاصل بينك وبين طول ظلك، يعني قبل العصر ظلك أقصر منه وبعد العصر ظلك أطول، العشاء هو الفاصل بين الفضاء والعتمة الكلية عند غياب الشفق الأحمر، يعني لم أعد أرى شيئا إلا إذا كان هناك قمر بدر في تلك الليلة، هذا شيء مختلف. ولكن هذه أوقات الصلاة، المتأمل إن هذه الأوقات ليست متساوية، الفاصل بينها ليس متساويا زمنيا، وهذا يعني إنه أنا بين الفجر والظهر كما قلنا في 8 أو 9 ساعات، بين الظهر والعصر ربما 3 ساعات، بين العصر والمغرب 2.5 ساعات، بين المغرب والعشاء 1.5 ساعة، ليست متساوية. نحن نسمي هذا دورانا إهليلجيا بيضاويا، وهذا الدوران الإهليلجي هو الدوران الذي فطر الله سبحانه وتعالى عليه السماوات والأرض. نجد الإلكترونات تدور حول الدورة دوران إهليلجي وليس دائري، الكواكب تدور حول الشمس دوران إهليلجي، في لحظات تقترب من الشمس ولحظات تبتعد، وهذا من قوانين كبلر الشهيرة. نجد سبحان الله الدوران الإهليلجي أو البيضاوي موجود في الفصول الأربعة في دورة الليل والنهار سبحان الله، ونجد إنه الدوران في داخل جسمنا هو دوران إهليلجي أيضا، حتى الهرمونات سبحان الله لا تسير بشكل دائري إنما بشكل دوران إهليلجي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك في القرآن، يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، نفس الآيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون سبحان الله. هل سبب لك مرضك الرئوي أو في القصبات والحنجرة أو الجيوب ضيقا في التنفس؟ ضاقت عليك الأرض بما رحبت، إن شاء الله نساعدك في الغذاء الميزان في تحقيق تنفس أفضل وأنقى وأعمق بثقافة علمية عريضة وبما يناسب تنفسك من غذاء وأعشاب ودواء ونمط حياة يحسن مشكلتك التنفسية بشكل مذهل إن شاء الله. ولذلك إحنا وجدنا أن تناول الطعام في أوقات حركة الشمس الرئيسية يقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى أنه يضبط غدة برمجها الله سبحانه وتعالى لتعمل مع دورة الليل والنهار بالدقيقة والثانية، وهي تعرف أوقات حركة الشمس وأوقات الليل بالدقيقة والثانية. ماذا يعني بالدقيقة والثانية؟ يعني مثلاً مهما كان طول النهار كان طويلا إذا أنت كنت في الصيف في شمال الكرة الأرضية، أو كان قصيرا إذا أنت كنت في الشتاء في شمال الكرة الأرضية، أو كنت أنت في شمال أو جنوب الكرة الأرضية، حسب الزمان وحسب المكان هذه الغدة تستطيع أن تعرف متى جاء الليل
وتبدأ بإفراز هرمونها الشهير الميلاتونين اللي هي الغدة الصنوبرية، تشبه حبة الصنوبر الصغيرة، وتعرف متى جاء النهار وتتوقف عن العمل. شيء مذهل سبحان الله. فوجدنا أن تناول الطعام في أوقات حركة الشمس الرئيسية كما يشير القرآن الكريم ينظم الغدة الصنوبرية. طبعا يقول أنا يعني انتظمت الغدة، أنا إيش بستفيد؟ نقول الغدة الصنوبرية هي قائد عالي وعظيم في الجسم وممتاز. لماذا هي قائد عالي وعظيم؟ ببساطة هذه الغدة هي المايسترو الذي ينظم إيقاعات الجسم كاملا. يعني إحنا نعرف مثلا المايسترو مع حركة إيده كل الفرقة الموسيقية تعمل مع إيده. صحيح في آلات سريعة وآلات بطيئة وآلات متوسطة في السرعة، ولكن في النهاية الكل متناغم مع حركة يدين هذا المايسترو. طب ماذا لو آلة من الآلات تأخرت 5 ثواني على سبيل المثال؟ بصير نشاز وبصير فقدان للهارموني والتناغم. طيب ماذا لو آلة أخرى تأخرت 10 ثواني؟ يا لطيف، بصير يعني تتدمر كل المقطوعة كلها بدون تشابيه، ولكن أنا أعطيت هذا المثال حتى تدخل الفكرة إلى الدماغ. بنفس الطريقة انتظام الساعة البيولوجية وانتظام الدورة للميلاتونين، الميلاتونين يؤثر على كل أنسجة الجسم وخلايا الجسم، ويجعل سبحان الله كل الهرمونات تصل إلى أقصى قمة وأقل قاع، وينظم دوراتها وإيقاعاتها بشكل مذهل. صحيح أنا في عندي هرمونات سريعة مدتها 90 دقيقة فقط، وهرمونات وسط مدتها 24 ساعة مثل الأنسولين والكورتيزون، وهرمونات طويلة مدتها 30 يوما مثل الدورة الشهرية عند المرأة، ولكن في النهاية كل إيقاعات هذه الهرمونات وفعاليتها ووصولها إلى أقصى قمة وأقل قاع وتحقيق فعالية ممتازة في داخل الدم مرتبط بتناول الطعام في أوقات الصلاة. Do.